بعمل معك لعبة مختلفة شوية. ها؟ لعبة قراءة عقل. قراءتي؟ قراءة عقل، يعني أعرف بإيش تفكر أنت في بعقلك. يعني في كل عقل. هاني؟ آه. ما هذا قدو جل. يعني تختار أي كرت وأنا أعرف إيش الكرت اللي تختار. لوينيها. شوف الكروت أمامك. أيوة. كروت كلها مختلفة صح؟ أيوة. أحفظ بعينك كرت واحد. كرت واحد أيوة. حفظت. ما تقول لي شكله أبداً. حفظت. ولا تقول لي شيء. حفظت رقم. طيب. أنا لا تقول لي رقم ولا غيره. أنا شعر. واحد. أنا شعرف بنفسي ما عليك. أنا برمي الكروت كذا. ترمي اللاين. لا جيبك. لا أنا. في كرت واحد بس بيروح جيبك والباقي بتطيح على الأرض. هو ده مغلق ما عليك. لا لا ما عليك بس علشان المشاهدين ما يقولوش إن في كرت في جيبه من قبل ولا حاجة وري للكاميرا إن جيبك فاضي ما فيش فاضي حاجة. فاضي. شوف. فاضي 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 حتى الكروت هنا مختلفة يا شباب ها كروت مختلفة عشان ما حد يقول إن في كرت متشابه ولا حاجة تمام؟ أيوة خليك مستعد كذا نزل يدك نزل الكروت كلها طاحت على الأرض ما عدا أيوة. كرت واحد بس شوف جيبك أيوة 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 جيبك 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 طالع جيبك هذا أيوة جيبي فاضي شوفه فاضي في كرت واحد بس خش جيبك والله انه بكرت شوف طلع طلع ايش لا لا قبل ما تطلع الكرت ايش كان كرتك انا هذه حفظت انا تسعة تسعة حمراء سوداء صفراء حمراء ابو قلب حمراء قلب شوف الكرت لا تجنني تحت بنت ما هذا ها الكرت اللي تختاره بعقله يطلع في جيبي هذاك دفعت هذا حكي انا عشان يضحكي ما لك انا بسوي معك لعبه ذكيه جدا شوف العلبه هذه شوف الغطاء هذا مثقوب ولا حاجه ولا في شيء شوف العلبه طبعا هذه قطعه عاديه تمام تمام ولا فيها حاجه شوف ايش بسوي بغلق هذا كذا طيب تمام امسك العلبه من تحت ايوه شوف بحاول اني امرر القلم هذا من العلبه لا تحرك يدك ابدا تمام طيب القلم دخل داخل صح لا 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 لحظه لحظه نعم شوفها خلي يدك على معي القلم داخل صح بعدين سوي كذا اللاين اللاين في الختام أكبر دعم تسووه لي أنكم تشاركوا هذا الفيديو لأصدقائكم وتسووا لايك لأن هذا الشيء يدعم فيديوهاتي على الانتشار ويدعمني أكثر على عمل خدع أجمل وأقوى سلام